نتابع نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يتحدث في خطبه المتكررة عن أذرع العصابة ويحذر العصابة. الآن رؤوس العصابة في السجن، أي أطراف يقصد رئيس الأركان برأيك؟ في الحقيقة يعني رؤوس العصابة قطعت وبقيت أذرعها، وعندما يقطع الرأس الذراع ستموت أكيد، ولكن هي تحت المراقبة ولن تفلت من العقاب ومن المتابعات القضائية، هذا مؤكد. ولذا المرحلة المهمة الآن والحساسة والمهمة جدا والتي يجب أن نذهب إليها جميعا دون تقاعس أو دون تأخير هي الانتخابات الرئاسية. قد نقول أو يقول البعض أو الكثيرون من المشككين كما شككوا وكما راهنوا من قبل على أن الأمور محسومة وأن للجيش مرشح وكذا وكذا، وبعد يعني تقديم يعني تقدم 147 مرشح مترشح للرئاسة يعني في جمع الاستمارات يعني صارت عدة أمور يعني يندلها الجبين، يعني الناس كل توخرت والناس كل قاعدة تشكك وتدير في حسابات والأمور محسومة ومن كلها يعني بشق النفس كي اللي يجمعوا الاستمارات تحمل التوقيعات من عراقيل إدارية على مستوى البلدية على مستوى المحضرين القضائيين وهكذا. إذن بعد بروز الخمسة هذوما يعني المترشحين اللي راهم الآن، قال لك هاو الجيش جابه. كيف هذا الجيش جابه؟ أنت الذي أتيت بهؤلاء الخمسة، كيف جيت بهم؟ جيت بهم بالتقاعس تاعك لأنك ما حبيش تمضي، وكان عندك كما يقولوا لومبارا دي شوا، كان عندك دكاترة، كان عندك أساتذة، كان عندك مختصين، كان عندك، وكان بإمكانك أنك تحارب العصابة بواحد من هذو. الحراك في حد ذاته، حراك في حد ذاته كان قادر يلتف حول واحد من هؤلاء ويجمع له أكثر من مليون استمارة، ولكنهم رفضوا وأدخلوا إلى أذهانهم بأن الحراك لا يجب أن يكون له ممثلين ولا يجب أن يكون له مترشح، وأنهم لا يثقون في كل شيء وكل شيء فيه الشك والشك في كل شيء لا يأتي بأي شيء. إذن الأذرع تاع العصابة يعني بما أننا ذاهبون إلى انتخابات وهذا أمر ضروري وحتمي وأكيد أننا ذاهبون إلى انتخابات رئاسية، بعد الانتخابات ستتواصل محاربة هؤلاء الأذرع. إذن هذا مسار، هذا أكيد مسار كامل، لا ما في حتى نقاش، كل لن يفلت أحد من العقاب مهما يكون حتى على مستوى البلدية. الحساب والعقاب ذاهب إلى كل الجميع، الجميع والجميع سيحاسب. طيب بالنسبة للتصريحات نائب وزير الدفاع الوطني بخصوص أذرع العصابة، أذرع العصابة قلت لك ستحاسب يعني ما فيهاش نقاش. الآن احنا رانا بصدد التحذير إلى انتخابات وبصدد تأمين لها، وبعد الانتخابات ستتواصل العملية، ستتواصل محاربة أذرع هذه العصابة وسيحاسبون جميعا، ما في شك. طيب بالنسبة لي حتى أكرر لك السؤال بطريقة أخرى، أذرع العصابة هل نتحدث اليوم عن مؤسسات قائمة بذاتها، أم نتحدث عن تيارات، أم نتحدث عن أجهزة موازية، أم نتحدث عن شخصيات معينة؟ كيف أذرع العصابة؟ هي في الحقيقة مزيج، والأكثر من ذلك هي ممارسات، هي ممارسات على مستوى مؤسسات القائمة الآن، هي ممارسات على مستوى خاصة الإدارة، الإدارة عفنة متعفنة، الإدارة هي من تقود كل الأمور هذه اللي راهي قائمة الآن، وهذا يتطلب له وقت ويتطلب له عمل جبار. ولكن مؤسسة الجيش بأذرعها الأمنية وبموازاة مع العدالة قاموا بفصل هذه الرؤوس، يعني سجن هذه الرؤوس وبقيت الأذرع التي سيتصدى لها بعد الانتخابات مباشرة، وكما قلت لك هي ممارسات على مستوى جميع مؤسسات الدولة. طيب ممارسات أستاذ محمد.